باند اسمه المزيكاتي باند، هقول لك نبذة مختصرة عنه. يعني احنا كوننا الباند في 12/12/2012، عملنا اول حفلة لينا في ساقية الصاوي كانت يوم 19/3، الحمد لله جالنا فيها عدد كويس من الجست. تاني حفلة عملناها كانت يوم 31/10 اللي فات دوت، وخصصنا الربح بتاعها لمستشفى السرطان 57/3/57. مالي كده حيران مش راسي على واحدة، جوايا مليان حنان يكفي 100 واحدة، بحبك ايوه طبعا الباقي برضو اكيد، محتاج بنات حواليا من غيرهم ابقى وحيد، فبلاش زعل ما انتي اول واخر واحدة. سنجلات يعني حضرنا كذا سنجل، ان شاء الله هننزل منه حاجة قريب. برضو في سفرية الغردقة ديت هيكون في تصوير اول كليب ان شاء الله، غير الكليبين اللي فاتوا هنكون صورت كليبين، واحد منهم ديو انا ومطربة اسمها نوران يحيى زعل مزيكا، وكان في كليب تاني اسمه ضعيف النفس. ده اول كليب مش ملوش علاقة بحدث معين، يعني ده دي غنوة اسمها لحظة في حياتي، هاوس ميوزك، كلمات احمد ابو صبعي والحان محمد غريب وتوزيع سامفال. دي الحاجة اللي احنا داخلين ننفذها الفترة اللي جاية. كل البنات بتموت فيا مش اميرة وبس، ما اقدرش اعيش انا في الدنيا لو كلها ولاد بس، وبغير على طول عليها وتقول لي عمره ما حس. مالي كده حيران مش راسي على واحدة، جوايا مليان حنان يكفي 1,500,000 واحدة. ان شاء الله احنا عندنا حفلات جاية كتير، منهم واحدة يوم 28 الشهر دوت هتكون في الغردقة تحت شعار تنشيط السياحة. احنا بنحاول نعمل حاجة هادفة، يعني بنحاول يعني الفن بتاعنا بنوظفه في حاجات تفيد البلد وتفيد المجتمع، لان الفن رسالة زي ما الناس كلها عارفة، فالمهم انت تستغل الرسالة بتاعتك دي. في لبوابة اخبار اليوم يعني بقول لهم ان انت يعني ليك السبق في كل حاجة، وان انت صرح عظيم، بحييك على كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها، ودايما بتقدموا صورة مشرفة لكل الفنانين اللي بيفتخر ان هم بيطلعوا عندكم وبيظهروا على شاشتكم، ويا رب من استمرار من نجاح لنجاح. خليك يا خالد، ان شاء الله بنتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح، وسعداء جدا بلقائك ونورتنا. ربنا يخليك، متشكر، شكرا.